ودائما خلال هذا الشهر بيكثر الحديث عن المرأة باعتبار مناسبات متعددة تعنى بالمرأة، من يوم المرأة العالمي وأيضا عيد الأم، ولذلك كان لابد من الإضاءة على دور المرأة في المجتمع وحقوقها وفق القانون السوري الذي حفظه لها. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر، كيف يحمي القانون السوري حقوق المرأة؟ وطبعا كل هذه المعلومات بتعرفنا عليها بفقرتنا القانونية الأستاذة رنا ديب المحامية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك سلمى وصباح المشاهدين جميعا. يسعد صباحك. صباحك. خلينا بالبداية نحكي سريعا عن دور المرأة اليوم بشكل عام بالمجتمع وبناء المجتمع، قديش هي فعلا جزء فعال. نحن بنقول المرأة نصف المجتمع، بس مو لأنه نحن نساء متحيزات، هي النصف الآخر أيضا لأنه هي بتربي النصف الآخر يمكن. والمرأة خلال العصور القديمة والحديثة وتحديدا المرأة السورية كان لها دور كبير في بناء المجتمع، وخلال سنوات الحرب يعني 10 سنوات من الحرب كانت المرأة إلى جانب الرجل يد بيد، كانت عم تقدم الأم الزوجة زوجة الشهيد، عم تقدم ابنها فداء للوطن. أول شغلة نور، بس بدي ألفت نظر شغلة، مثل ما حكيتوا حضرتكم بالمقدمة مشكورين، أنه هذا شهر آذار هو شهر بيعني المرأة لأكثر من مناسبة بتمر فيها بتخص المرأة. في بس هيك ملاحظة صغيرة حابة أقولها، أنه نحن لما بنقول أنه 8 آذار بيصادف، هو بيصادف يوم العالمي للمرأة، بيعكس ما أحيانا في لغط بيصير أنه والله هذا عيد المرأة العالمي ولا في احتفال بالمرأة العالمي. لا، هو الحقيقة لا نعيد ولا هو احتفالية. صحيح. هو يوم المرأة العالمي لحتى نحن نقدر بهذا اليوم، ما بيهمنا مظاهر احتفالية بقد ما بيهمنا نحكي شيء كل واحد من اختصاصه من مجاله من منبره، إذا كان في حاسس أنه في شيء ناقص، في شيء لازم يتصلح بالمجتمع، لازم يتصلح بالقانون، لازم يتصلح بكل المجالات اللي بتخص المرأة، نحكي صوتنا ونقول أنه نحن هون صح، هون في ثغرة، هون في شيء خطأ، هون أنا بطالب يتعدل هذا القانون، هون القانون كان منصف، هون ما أنا منصف اجتماعيا. هلأ هاي أول ملاحظة. النقطة الثانية بدي أحكي فيها، إذا بدي أحكي عن القانون السوري، أكيد القانون السوري في كتير إيجابيات بتخص المرأة وفي كتير ثغرات المفروض نسلط الضوء عليها لحتى تتعدل. أهم من القانون، معلش أنا ما بقدر إلا أكون عم بحكي عن الجانب الاجتماعي، أولا لأني محامية وثاني شيء لأني مرأة بالدرجة الأولى. صحيح. يعني أهم شيء لازم نقوله للمرأة، بطلوا هاي الخطابات اللي هي بتناسب الأطفال، إنه أنت مظلومة وأنت مقهورة وأنت عندك نقص بشيء معين، لازم نطالب لك بحقوقك ولازم ولازم ولازم. لا، مو هيك، مو هيك أبدا الخطاب بده يكون. مثل كل جوانب المجتمع اللي بتخص الرجل كمان، في أشياء أحيانا بتكون خطأ بالقانون لازم نعدلها، هي جانب من هاي الجوانب ممكن يكون بخص المرأة. أهم من القانون أنه أنت يا مرأة لا تظلمي نفسك، يعني أكبر عدو أحياناً بتلاقي المرأة هي اللي بتظلم نفسها قبل ما يظلمها أي حدا تاني. فأنا كيف بدي طالب قانوني يحميني، كيف بدي طالب مجتمع يحميني إذا ما حميت حالي بالدرجة الأولى؟ كيف بحمي حالي؟ هون بقى بإرادتها، بالعلم، بالعمل، بكتير شغلات مو حديثنا يعني. هلأ نحن بقى بنجي للشق الاختصاصي اللي هو القانون، القانون السوري والمرأة. القانون السوري هو عدة قوانين. في عنا أبو القوانين اللي هو الدستور، الدستور الجمهورية العربية السورية اللي حكى بشكل صريح وواضح في مواده عن المساواة، في مساواة المواطنين جميعا، بطلت ما بدي أقول رجل ومرأة وطفل، مساواة، في مساواة للمواطنين كلهم أمام دستور الجمهورية العربية السورية اللي هي بيحمي حقوقها المالية، في هذا بيكون له علاقة بالجانب بالقانون المدني، بيحمي حقوقها بالعمل، هذا الشيء حكى عنه قانون العمل، هلأ بنحكي تفصيلا، بقانون العقوبات، ولو أنه رغم المادة الصريحة والواضحة للمساواة في عنا ثغرات واجهتنا كنساء بقانون العمل، بقانون العقوبات، بقانون الأحوال الشخصية. بالفترة الأخيرة صار في تعديل لكتير قوانين، كانت خطوة حلوة ولكن ليست، أنا حسيتها يعني خجولة، خطوات خجولة، في تعديل كان منصف أكثر ولكن إحنا بحاجة لتعديلات أكثر، ولكن من حيث المبدأ لا، المساواة موجودة، المرأة أخذت حقها بالجانب حتى السياسي، من حقها تترشح لعضوية مجلس الشعب، من حقها تترشح لتكون وزيرة، من حقها تكون أي منصب في الجمهورية العربية السورية، ما بيخالف ابدا رجل عن مرأة، ما في فرق ولا في اي تمييز بيناتهم. هي من الناحية السياسية. من الناحية العملية ايضا لها حق في العمل، مراعاة لخصوصيتها ولا طبيعتها هي كأنثى، في شروط معينة انصفتها عمل بالعمل لحتى تناسب طبيعتها، هلا بنحكي عنها بالتفصيل.
وعن الثغرات ايضا الموجوده. نعم. طيب استاذه رنا، اليوم نحن بوقت اصبح نسمع انه المنادات بالمساواه بين الرجل والمراه حديث قديم، وبيقولوا لا لازم تنادوا بالمساواه مع الرجل لا المراه، ولكن على ارض الواقع نحن بنصطدم بكثير من الحالات اللي ما زلنا عم نشوفها حاليا. ب 2022 ما زالت المراه غير قادره على اخذ حقوقها كاملا. خلينا نحكي عن النقاط اللي شفتيها من خلال طبعا تبحرك بمواد القانون باختلاف انواعه مثل ما قلتي، عن اللي لسه بحاجه لتعديلات. بس كمان ما بقدر الا اعقب عن الكلام اللي انا بحسه خطا، كلمه مساواه بين الرجل والمراه مو من المصطلحات اللي انا بفضل نستخدمها. خلينا نروح على مصطلح اكثر صحه اللي هو مصطلح العداله. صحيح. العداله لما بتكون قائمه بالمجتمع بين الرجل والمراه وكافه شرائح المجتمع بين الكبير والصغير، العداله اللي بتعطي كل شخص حقه، اللي بتخليه يشوف الحياه من نفس المنظور. اما لما بدي احكي عن مساواه بين شخصين هن اصلا الله خلقهم مو من طبيعه واحده، مو من نفس التركيبه، فهذا الشيء خطا. لا، انا ما بنادي بين المساواه بين المراه، انا بنادي بالعداله الاجتماعيه بين كل شرائح المجتمع، مراه ورجل وغير ذلك. نجي للقوانين. القوانين، في بعض القوانين صراحه ما اسعفت المراه لحتى تكون اخذه حقوقها كامله. خليني بلش اول شيء من قانون الاحوال الشخصيه. اللي هو قانون الاحوال الشخصيه صار في عليه تعديلات جدا مهمه، ولكن يعني احدى التعديلات المهمه بقانون الاحوال الشخصيه مثلا كان في موضوع الحضانه، حضانه الطفل، اللي هو كان سابقا انه فصل بين الذكر والانثى على اعتبار ان الانثى احوج لوالدتها فكان حضانتها بعمر اصغر. اليوم نحن انه ساوى بسن الحضانه الاثنين لسن ال 15 سنه مع امهم. الفكره اللي صارت انه انت اعطيت الحضانه للام، هذا الشيء ريح الام انه طبعا هي من حقها تحضن اطفالها لهذا العمر، بس ما اعطى المقومات اللي لازم تحصل عليها الام لتقدر تحضن، لانه واعتبر هو انه الحضانه هي مو حق للام ولا حق للاب، وهذا الشيء مزبوط، هو حق للمحضون يعني للطفل. طب اعطينا المقومات الكافيه لهذا الطفل ينحضن بطريقه مزبوطه، لقينا انه في ثغرات مثل موضوع السكن. مثلا المراه المطلقه اليوم اذا كان لا تملك هي منزل خاص فيها وكانت عايشه بمنزل الزوجيه اللي هو ملك زوجها، بتروح على الطلاق فهي ما عندها منزل تأوي اليه، خلينا نكون هيك باللغه العربيه كمان صح، ما عندها منزل، ممكن يكون ما عندها اهل، طب كيف بدها تحضن طفل وهي ما عندها مأوى؟ هي ثغره. الثغره الثانيه موضوع النفقه، نفقه الاولاد، هي مقرره في القانون الاحوال الشخصيه في نفقه للطفل بعد الطلاق، هذا الشيء كثير منيح، بس قديش مقدار النفقه عم يكون ضئيل جدا، ما عم يقدر خاصه هلا يعني لحتى تجيب الام اوراق، وكثير صعب على فكره يعني انه تثبت يسر الزوج انه هو مثلا تاجر او هو عنده من المال ما يكفي لحتى ممكن يعني ممكن تتعدل النفقه، مع ذلك عم تكون صراحه على ارض الواقع ضئيله. ما بعرف الحكي قديش يعني ممكن يلاقي صدى، بس هو هيك يعني احيانا عم نلاقي انه زيجات كامله قائمه ومستمره، مو لانه هي مقتنعه بهي الحياه الزوجيه، لكن انه ما عندها خيار ثاني، خيار بديل. انا ما بفضل المجتمع هي تقاصص اساسا، يعني اختي ولادك ما في مصروف، هذا المصروف الموجود يعني اساسا ما في، مثل ما قلتي ببدايه حديثك المقومات الاساسيه يعني لحصان تماما صحيح. يعني هلا هذا انا ما بدي انفهم غلط كمان، انا ماني هون عم شجع انه والله تنهد اهم شيء بالحياه الاسره، واذا بيكون في الطلاق انا دائما بقولها هي الجمله ومقتنعه فيها، يعني الا بحالات استثنائيه، الطلاق هو باب الطوارئ في الطائره، ما حدا بيلجا له غير للاخير، للحل الاخير. نحن مع انه ننهض بالمجتمع بس ننهض صح، يعني انا ما بفرح انه عدد الزيجات القائمه كثيره ولكن من جواتها هي فيها خلل، لا خلي زواج صحيح قائم على انا بقدر اخذ حقي خارج اطار الزواج، ولكن اخترت الزواج لانه انا شايفه حالي صحهم بهي المؤسسه. فخلينا نعطي هي القصص اهميه، يعني موضوع النفقه وموضوع السكن على فكره هو موضوع جدلي، يعني هلا بتقولي كمان الزوج ممكن ما يكون عنده قدره، بس بالحد الادنى خلي القانون يتعدل انه مثل ما كنت عم تنفق على اولادك بنفس المستوى اثناء الحياه صحيح. الزوجيه كمل هيك بهي الطريقه، المفروض يندرس الموضوع. انا مالي من لجنه اني اعدل هلا القانون، بس هو المفروض يندرس انه في فجوه عم تواجه النساء. هذا بالنسبه لقانون الاحوال الشخصيه. طيب خلينا نحكي عن الثغرات الاخرى. اليوم لما نقول انه يجب فعلا المراه انه تاخذ جميع حقوقها، والقانون مثل ما قلتي تم تعديله منصف، لكن احيانا بيستغل بعض الثغرات المحاميين بحالات الطلاق. هي الثغرات خلينا نحكي عنها. بتحكي عن قانون العمل مثلا،
قانون العمل عدل أشياء كتير حلوة يعني بخصوص المرأة، مثلا هو رفع إجازة الأمومة خلاها 120 يوم للولد الأول، 90 يوم للولد الثاني، 75 يوم للولد الثالث، كتير منيح يعني، كان بالأول أقل من هيك. فالمرأة العاملة يعني كانت كتير العمر الطفل صغيرة تضطر تطلع على العمل بدها تدبر حالها. هلا أنا كان عندي رأي تاني، إنه لو كان مثلا سلطنا الضوء على موضوع العمل الجزئي للمرأة الأم، للمرأة العاملة الأم، إنه نحن نعطيها ساعات عمل جزئية بدل ما نحدد لها إجازة معينة ومن بعدها ترجع تنطلق بشكل كامل العمل، كمان يعني الطفل صغير والأعباء بتصير كتير عليها. نحن موضوع العمل ساعات العمل الجزئية ما نفعله بشكل كامل. هاي أول نقطة صغيرة بقانون العمل. النقطة الثانية اللي بدي أحكي عنها، خاصة بعد الأزمة بسوريا، خاصة بعد الأحداث، كان في نساء أصلاً هي ما أنا عاملة وما أنا مضطرة تكون عاملة، بعد الأحداث صارت مضطرة توقف لجنب الرجل. صحيح. وبصراحة يعني لو قالوا إنه نحن متحيزين للمرأة السورية، لأنه اللي مر على المرأة السورية ما مر على أي مرأة يمكن من زمان كتير بكل العالم، فهي كانت عن جد واقفة جنب إلى جنب مع الرجل. فلما انت بتجبري المراه تطلع على سوق العمل بنتيجه ظرف اقتصادي معين، بده يكون في لها حقوق مضمونة كمان مهيئه. الحقيقه القانون جيد، بيقول لك انه المراه لازم ما تشتغل ليلا، هذا بقانون العمل بمواد صريحه فيه، لازم يكون طبيعه العمل مناسبه لطبيعه المراه اخلاقيا وحتى بدنيا، لازم يكون في اماكن استراحه للمراه، لازم يكون في ساعه ارضاع. يا ترى هذا القانون خلينا نحكي عن القطاع الخاص تحديدا، يعني القطاع العام يطبق حتما، القطاع الخاص ما عم يصير فيه تجاوزات؟ صحيح. عم يصير فيه تجاوزات. هلا بتقولي انه المراه رضيت بهي التجاوزات، يعني هي بتعرفها ورضيت فيها، انه انا فايت على عمل يمكن ما يسجلوني بالتأمينات أصلا. طيب ليش رضيت فيها؟ ما هي مضطرة ترضى فيها لأنه واقع اقتصادي، يعني بتقدم شكوى من هون تقعد بالبيت ثاني يوم من هون، لنكون صريحين، فهي مضطرة تقبل بهي التنازلات. هون الحل بده يكون مو إنه يعني مرأة واحدة تروح تشتكي، فبده يكون في رقابة أكبر من هيك، لجان تطلع وتكشف لحتى ما تنحط المرأة بدور إنه تضطر هي تشتكي بشكل فردي فهي تخسر عملها. تخسر عملها، يعني المفروض يكون في شيء عام بهذا الموضوع. نحن هون عندنا تقصير بهي القصة، كثير عم نلاقي بأسواق العمل الخاصة تجاوزات عمال، وحتى الرجال يعني حتى نكون صريحين، حتى الرجال عم يروحوا يشتغلوا يا بيكونوا هلا طبعا هي خفت شوي، مثلا بيوقعون على استقالة بجوز قبل ما يفوتوا اصلا على الشركة او على مكان العمل الخاص، يمكن ما يسجلون بالتأمينات ويقولوا لهم نحن ما بنسجلكم بالتأمينات لحتى ما يتقاضوا تعويض بعدين. انا بقول لي تتفعل رقابة كاملة على كل هي الجهات، بتنصف المرأة وبتنصف الرجل كمان. نعم. كمان خلينا نحكي اليوم عن القانون المدني اللي هو منح الأهلية الكاملة للمرأة بإمكانية إدارة أموالها، ولكن هل كان في سلبيات قبل؟ هل في تعديلات عملت؟ خلينا نحكي أكثر تفاصيل عن هذا القانون. هلا أنا رأيي إنه القانون المدني هو أكثر قانون كان بعد عن موضوع ذكر وأنثى، عفوا رجل ومرأة، يعني خلينا بعد عن هذا الموضوع، ما جاب سيرة إنه هون في مرأة وهون في رجل وهون حقوق مرأة، كان عم يحكي عن المواطن بالجمهورية العربية السورية بشكل عام. وهذا القانون كتير حلو، بس في نقطة مهمة، لما القانون المدني بيقلك إنه الزمم المالية مستقلة لكل الناس، يعني أنت لو كنتي زوجة ضمن حياة زوجية إلك زمة مالية، إلك أملاكك، ما بيجبرك الزواج يعني إنه تعطي شيء من أموالك لزوجك ولا فأنت هون بدك تحافظي على هاي الحق أو على هذا الميزة اللي أعطاك إياها القانون، إنه أنت إلك ذمة مالية. اللي بيصير على الشكل التالي، نحن مجتمع عاطفي جدا، والمرأة في حدا معطاء، يعني أساسا هي بطبيعتها حدا معطاء. الثغرة مو بالقانون هون، الثغرة بالتطبيق، إنه أنا بفوت عندي ذمة مالية معينة ممكن أقدم كتير لهي المؤسسة الزوجية، وهذا ما نو غلط، بالعكس أنا بشجع كتير، بس بتجي لما بيصير في حالة خلاف، في حالة انفصال، ما في إثبات إنه أنا قدمت كل هدول خلينا نقول الأشياء المادية يعني. فأنت هون بدك تكوني واعية ودراكة إنه العملية الزوجية عاطفية جدا، قدمي قد ما بتقدري مع الحفاظ على إثباتاتك حقوقك، رغم أنه هذا التطبيق عمليا صعب. وأنا برجع بقول أحيانا بأسف أني عم بحكي بهذا النفس، بس نحن هون أمام يعني مشكلة بجوز تكون 1% 2%. صحيح. بس لازم نكون واعيين لإله، وإلا هو يعني المؤسسة الزوجية قائمة على اعتبارات ما إلى علاقة بحر، يمكن ما له علاقة أصلا بالأمور المادية. بحر بيخلص الوقت، ويمكن للحديث أكيد تتم أستاذة بالحلقات القادمة، لأنه ضروري نسلط الضوء على أهمية نيل المرأة حقوقها، لأنه في حقوق لكن يمكن الظروف والحياة
والحياة بشكل عام حتى الاقتصادية بتضطر هي لتقبل بأي شيء. بس نحن ما بدنا الرجال يفهمونا غلط، بالعكس نحن الفترة اللي مرقت كانوا هن حاملين جبال من من الأعباء المادية. صحيح. نحن دائما معهم إيد بإيد، عم نحكي عن ثغرات بجوز يكون نسبتها قليلة ولكن نحن من واجبنا نسلط الضوء عليها. أكيد أكيد نتشكرك. ومثل ما قالت نور الحديث يطول ورح يكون لنا لقاءات تانية نحكي بشكل موسع. شكرا لك أستاذة رنا على وجودك. شكرا.